من دول غرب أوروبا إلى الولايات المتحدة وتحديدا كاليفورنيا. تواصل فرق الإطفاء عملها لإخماد الحرائق الناتجة عن درجات الحرارة المرتفعة. سلطات مكافحة الحرائق في ولاية كاليفورنيا قالت إن حريق أوك فاير يتحرك بسرعة ويقضي على آلاف الهكتارات، ما يعرض جهود الإخلاء للخطر بسبب ضيق الوقت. كما أكدت أن الحريق امتد إلى أكثر من 16700 هكتار ودمر ما لا يقل عن سبع مباني وأجبر نحو 3000 شخص على ترك منازلهم. السلطات قالت إنه تم احتواء 10% فقط من الحريق، وبأنه تستخدم أكثر من 10 مروحيات و281 سيارة إطفاء و46 صهريجا من النوع الضخم لاحتواء الحريق بمشاركة نحو 25000 رجل إطفاء. أما في إسبانيا، أفاد مراسل عربية باندلاع حرائق جديدة في غابات مقاطعة زامورا الإسبانية، وتسببت الحرائق في تفحم مساحات شاسعة من الغابات.